حضورهم عليهم السلام في المجالس والمقاطع؟ أصل هذا ما أشرنا له في مناسبات متعددة، أصل هذا يؤخذ من الروايات التي فيها إسعاد فاطمة عليها السلام بالبكاء على الحسين عليه السلام، فإن مفهوم الإسعاد كما بيناه مرارا، الإسعاد مفهومه أن تجد إنسانا أصيب في عزيزا له وجلس للبكاء عليه فتأتي عنده فتبكي عليه، هذا هو مفهوم الإسعاد. لفظ الإسعاد وارد في روايات متعددة، بعض هذه الروايات صحيحة الإسناد، نحن نطمئن بصدور الروايات التي تخبر عن أن البكاء على الحسين عليه السلام فيه إسعاد لفاطمة. ما هو مفهوم الإسعاد؟ لابد أن يكون الذي أصيب في عزيزه، لابد أن يكون يجلس في مجلس، لابد أن يكون يبكي على عزيزه لكي يتحقق مفهوم الإسعاد. أما لو أن رجلا، لو أن أحدا من العلماء مثلا فقد عزيزا، وأنت سمعت بالخبر وبكيت على عزيزه في مجلس غير مجلسه، لا يقال إنك أسعدته. متى يقال إنك أسعدته؟ عندما تذهب إلى المجلس الذي أقامه وجلس يبكي فيه على عزيزه وبكيت على عزيزه معه، هنا يأتي هذا المفهوم اللغوي أنك أسعدته، هذا مفهوم الإسعاد بحسب المدلول اللغوي. فإذا كلمة الإسعاد واردة في روايات متعددة بعضها صحيح، نطمئن بصدور هذه الروايات، مفهوم الإسعاد في اللغة يتقوم بهذا، فيؤخذ من هذا المعنى أن فاطمة عليها السلام تحضر في هذه المجالس. ولعلك إذا تنبهت إلى هذا المعنى تجد أن الشعراء أكثر التفاتا إلى هذه الخصوصية حتى لا نريد أن نذكر حتى لا نجرح مع شاعر أحد، الشعراء أكثر التفاتا إلى، لماذا؟ لأنهم يفهمون معنى الإسعاد، هم لديهم بصيرة باللغة، لديهم يفهمون هذه الكلمات العربية الأصيلة فهما عميقا، فتجد أن شعراء الحسين أبرزوا، لا يحضرني ببالي أن عدة شعراء أشاروا إلى هذا، يعني لعل الذين يسمعون يتذكرون الشعر أكثر منا، عدة شعراء أشاروا إلى هذا، الآن لا يحضرني الشعر، ولكن هذا هو مفهوم الإسعاد. إذن هذا قد أخذ من الرواية، هذا المعنى قد أخذ من الروايات. أما حضور غالب المعصومين لا يسعني أن أسند ذلك بنحو اليقين، الذي أطمئن بورود الرواية فيه هو إسعاد فاطمة هكذا. نعم، ما حقيقة أشدد به أزل. نعم، ولعله أيضا إسعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وارد في عدة روايات، الذي يحضرني الآن هو إسعاد فاطمة عليها السلام، وهذا وارد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أخبر أنك تصير ممن يسعد فاطمة عليها السلام.